مبارك عليكم الشهر وتقبل الله طاعتكم، ومن اليوم راح أبلش أعطيكم يوميا أنظمة حق الصيام برمضان وطبق النظام اللي يناسبك. رجيم اليوم بنسميه رمضان 911. بلش فطورك تشرب ماي كوب أو كوبين، تاكل معاهم عدد 3 إلى 4 تمرات، وممكن تشرب كوب لبن. بعدها إذا تحب المقالي مالت رمضان من سمبوسة أو قطايف أو كوبب، لك 5 حبات، صحن حط لك 5 حبات على ذوقك، سواء أكثر من صنف أو صنف واحد. بعدها الطبق الرئيسي، أكل اللي تبي بالطبق الرئيسي، بس لازم يكون فيه بروتين وكربوهيدرات. تقدر تاكل أكثر من طبق رئيسي؟ نعم، تخيل طبقك الرئيسي مقسوم إلى قسمين وكل من هذا ومن هذا. وكذي ختمنا الفطور. بين الفطور والسحور تقدر تاخذ سناك عبارة عن قطعة حلى أو حلويات رمضانية مع شاي أو قهوة. بعدها إي دور السحور، سحوركم نفس الغداء والعشاء بالأيام العادية. اشرب ماي وايد وبس والله.